خرج هاني من المدرسة ثم ذهب إلى المنزل مسرعا. بعد أن دخل هاني المنزل قال لأمه: ماما إني جائع. فقالت أم هاني: وماذا تريد من الطعام يا صغيري؟ تمتم هاني: ماذا أريد من الطعام؟ ماذا أريد من الطعام؟ قالت أم هاني: سأدعك تفكر يا بني. أما هاني فقد أحس بالنعاس وهو جالس على المقعد وهو يتمتم: ماذا أكل من الطعام؟ ماذا أكل من الطعام؟ وفجأة سمع صوتا يناديه: يا هاني يا هاني. فقال هاني: ومن أنت؟ فقال الصوت: أنا فاكهة البرتقال، إنني لذيذة ومفيدة خصوصا في فصل الشتاء. فقال هاني: وماذا تريدين مني أيتها الفاكهة الطيبة؟ فقالت فاكهة البرتقال: إنني أريدك أن تتناولني ليستفيد مني جسمك وينمو. فقال هاني: شكرا أيتها الفاكهة على اهتمامك بي. وما لبث أن سكن ذلك الصوت حتى ناداه صوت آخر: يا هاني يا هاني. فقال هاني: ومن أنت؟ فقال الصوت: أنا فاكهة التفاح، أريدك أن تتناولني لكي أفيد جسمك بالفيتامينات. فقال هاني: شكرا أيتها الفاكهة الطيبة على اهتمامك بي. وما لبث أن هدأ ذلك الصوت حتى ناداه صوت آخر: يا هاني يا هاني. فقال هاني: ومن أنت؟ قال الصوت: أنا فاكهة الموز، تناولني لكي أفيد جسمك بالمعادن وأنميه. فقال هاني: شكرا لك أيتها الفاكهة الطيبة على اهتمامك بصحة جسمي. ثم استيقظ هاني على صوت والدته وهي تقول: ها يا هاني، ماذا قررت أن تأكل؟ فقال هاني: ماما أنا محتار بين فاكهة البرتقال والتفاح والموز. فقالت الأم مبتسمة: لا بأس يا هاني، ماذا رأيك لو جمعنا أنواع الفاكهة من تفاح وموز وبرتقال في سلة واحدة لتأكل ما تشتهي منها؟ فرح هاني وقال: شكرا لك يا أمي، إني أحبك كثيرا. الفيل الصغير والموز الأحمر. في بلاد الفيلة شعرت فيلة أن ابنها الصغير يمتنع عن الطعام، خافت عليه كثيرا ونادته: تعال تعال يا فيل الصغير، تعال كل هذا الطبق اللذيذ يا حبيبي، طبخته لك خصيصا يا حبيبي. أجابها الصغير: لا، لن أضع في فمي شيئا منه، بل أريد موزا. حسناً، هذا موز، خذ كل ما تشاء. لا، أنا أريد موزاً. هذا موز يا صغيري، خذ وكل. هذا موز أصفر،
كل الموز أصفر يا حبيبي. أنا أريد موزا أحمر. ولكن ليس هناك موز أحمر يا ولدي، خذ وكل. أصر الصغير قائلا: لا لا لا، أريد موزا أحمر، أنا لا أريد موزا أصفر. وقعت الأم في حيرة، ماذا تفعل؟ وتشاورت مع زوجها الفيل الكبير وقالت له: ماذا تفعل؟ من أين نحضر للصغير موزا أحمر؟ أجابها الزوج: المسألة في غاية البساطة، نحضر موزا ونطويه باللون الأحمر. فرحت الأم وقالت: فكرة رائعة يا زوجي العزيز، إنك حقا فيل ذكي. أحضرت الأم دهانا أحمر وطلت الموزة به وقالت لابنها: تعال يا حبيبي، هذا موز أحمر، تعال أسرع أسرع. صحيح، أين الموز الأحمر؟ لا لا يا أمي، هذه موزة عادية مطلية باللون الأحمر. ازدادت الأم حيرة مرة أخرى، فما العمل؟ لجأت إلى زوجها وقالت: ما العمل يا زوجي؟ أجاب الفيل: عجيب عجيب، دهن الموز باللون الأحمر فلم تنطلي عليه الحيلة، ما العمل إذن؟ ذهب الأب إلى أخيه وأطلعه على الأمر. ضحك العم ثم قال: هكذا قال صغيرك يا أخي، لن يأكل غير الموز الأحمر، دع الأمر لي. سمع صوت قرع على الباب في بيت الفيل الكبير، فنادى الفيل الصغير: من؟ أنا الفيل العم، أين ابن أخي؟ أهلا وسهلا، تفضل. تعال يا بني الصغير، أنا جئت لك خصيصا لأحضر لك الموز الأحمر. صحيح، أحقا يا عمي؟ نعم نعم، أين هو الموز الأحمر يا عمي؟ فأجابه العم: إن من طلب شيئا عليه أن يسعى للحصول عليه. قال الصغير متعجبا: كيف؟ يجب أن تذهب إلى مكان الموز الأحمر وتقطفه بنفسك. أنا موافق يا عمي، هيا بنا. ولكن مكان الموز الأحمر بعيد، بعيد جدا، وعلينا أن نسير على أقدامنا مسافة طويلة لنصل. حسنا، أنا جائع وأريد أن آكل موزا أحمر. قال الطريق على الصغير فصاح: آخ يا عمي، متى سنصل؟ تعبت جدا، نحن نسير منذ الصباح. أجابه العم: طبعا يا حبيبي، من طلب شيئا نادرا عليه أن يتحمل المشاق للوصول إليه. هل ما زال المكان بعيدا؟ لا لا يا ابن أخي، انظر هناك عند الأفق أشجار الموز. قال الصغير فرحا: نعم نعم، إنها أشجار الموز، أوه كم أنا سعيد، سنصل سنصل. وفعلا وصل الفيل العم ومعه الفيل الصغير مرهق وتعب. صح الصغير: آخ آخ، أين الموز الأحمر يا عمي؟ كل الموز المتدلي من الشجر هنا أخضر. فأوضح له العم أن الأخضر موز لم ينضج بعد، وهنالك موز أصفر. وقال للصغير: الأصفر موز ناضج، هيا كل موزة. لا، أريد موزا أحمر. مهلا، سنبحث سنبحث. هناك قرط من الموز أصفر وفيه موزة حمراء. نعم نعم، إنها الموزة التي نبحث عنها، إنها موزة حمراء، سأقتطفها. فقال العم: هيا افعل يا صغيري. سأقشرها وآكلها. هم هم هم. ها يا صغيري، هل أعجبتك الموزة الحمراء؟ بكى الصغير، فقال العم: ما بك؟ لماذا تبكي يا صغيري؟ أجاب الصغير: الموزة فاسدة وطعمها كريه. فقال العم: الآن فهمت يا صغيري ما قلناه لك، إنه لا يوجد في الدنيا كلها موز أحمر، الموز الأحمر هو الموز الفاسد الذي يقطم لونه ثم يدكن ثم يصبح مبترئا. إذن يا عمي لا يوجد موز أحمر، وأنا كنت مخطئا. نعم كنت مخطئا ومعاندا ولم تقتنع. فسأل الصغير:
فلماذا أحضرتني إلى هنا يا عمي؟ لكي تعلم بنفسك أنه لا يوجد موز أحمر في الدنيا يا صغيري. آه، كم أنا جائع يا عمي، أريد أن آكل. أمامك الموز الأصفر، فكل ما تريد وإياك أن تطلب المستحيل. ذاق الصغير الموز الأصفر وهمهم. آه، ما أطيب الموز، ما أطيب الموز. السمكة والبلبل. وضعت السمكة في إناء صغير جدا بعد أن كانت من قبل تسبح بحرية في البحر الواسع الذي لا حدود له. تفاجأت بكونها مقيدة داخل إناء ضيق لا يكاد يستوعب حركتها بعد أن اصطادها قط ووضعها داخل هذا الإناء، ثم ذهب مع أهله ونسيها على الشط. بقيت السمكة وحيدة حزينة تحاول بكل السبل إيجاد وسيلة للخروج والعودة إلى البحر الذي يفصلها عنه الإناء الزجاجي. حاولت القفز مرات متعددة ولكنها لم تتمكن من الخروج، فلا تكاد تصل إلى فوهة الإناء حتى ترتطم بحرف الإناء الزجاجي لتعود مرة أخرى إلى مكانها. وفي أثناء ذلك كان هناك طائر البلبل يراقبها من بعيد ولا يدرك سبب ما تفعله تلك السمكة الصغيرة، فاقترب من طرف الإناء وسألها: ألم تتعبين أيتها السمكة من القفز والدوران؟ فقالت بحزن وصوت مهموم: ألا ترى المصيبة التي وقعت بها؟ قال البلبل: وهل تعتبرين هذه مصيبة؟ أين المصيبة يا صديقتي؟ فقالت السمكة: كيف لي أن ألعب يا هذا وأنا في هذه الحالة؟ أيمكنني أن ألعب وأنا محرومة من مياهها؟ وقد تركت هذا الصبي محبوسة داخل هذا الإناء دون أن ينتبه أنه يعذبني. كيف لي أن ألعب وأنا جائعة بدون طعام؟ وقد اقترب الموت مني. فقال البلبل بحزن: أنا آسف، لم أنتبه لكل هذا. لقد رأيتك تتحركين وتقفزين فتخيلتك تفعلينها على سبيل الفرحة والسعادة. أخبريني كيف يمكنني مساعدتك وأنا سأفعل ما بوسعي للوصول إليك. لكن كما هو الواضح فمدخل الوعاء ضيق وأنت حجمك يكبرني بكثير، فلا يمكنني حملك ولا إخراجك. قالت السمكة: أنا لا أستطيع التفكير، لا أعرف ماذا أفعل. فعشقي للحرية يجعلني أتمنى العودة إلى البحر لأسبح حيثما أشاء وأتنقل من مكان لآخر دون أن أخاف من شيء. فقال البلبل بعد أن شعر بمأساة السمكة: انتظريني دقائق وسوف أعود ومعي الحل الأكيد لمساعدتك وإخراجك من هنا. طار البلبل بعيدا في السماء وهناك وجد سربا من أسراب الحمام، فطلب منهم المساعدة في إنقاذ السمكة الصغيرة المسكينة التي تتمنى الخروج من السجن الذي حبسها فيه الطفل وتركها فيه وحيدة. وافقت مجموعة الحمام في التدخل للمساعدة وذهبت مع البلبل نحو الوعاء. اجتمع عدد من الحمام وقاموا بحمل الوعاء بالكامل وطاروا به حتى منتصف البحر، ثم أسقطوه ليقع في الماء وتستطيع السمكة الخروج. خرجت السمكة بالفعل من الإناء وهي سعيدة وتسبح في فرح، ثم قفزت على سطح المياه وصاحت بسرور: أشكركم جميعا على هذه الخدمة التي قمتم بها لي، شكرا جزيلا لك يا صديقي البلبل. ثم غطست في الماء وبدأت تسبح بكل حرية. فراشة الصفراء سارة. كانت سارة فراشة جميلة سعيدة، لون أجنحتها أصفر، تملك الكثير من الأصدقاء، وفي كل يوم
تحمل سارة حقيبتها المدرسية وتودع أمها وتذهب إلى المدرسة. كانت ترى كل يوم في طريق المدرسة الآنسة جرادة والآنسة نحلة تلقي عليهم التحية وتتحدث معهم، وفي الطريق أيضا تلتقي بالآنسة عنكبوت فتلقي عليها التحية وتتكلم معها، وبعد وقت قصير تصل إلى المدرسة. وعندما تدخل سارة إلى المدرسة كان لديها الكثير من الأصدقاء انتظارها ليروها ويلعبوا معها. كل أصدقاء سارة كانوا فراشات لون أجنحتهم أحمر، ولكن سارة كان لون أجنحتها أصفر. كان هذا الأمر يزعجها جدا، كانت تحب أن تكون مثل باقي الفراشات. وفي يوم جاءت سارة لأمها تبكي، فقالت أم سارة: لماذا تبكين يا عزيزتي؟ قالت سارة: أحب أن تكون لون أجنحتي حمراء اللون مثل بقية أصدقائي في المدرسة، لماذا لست مثلهم؟ فقالت أم سارة بحنان لها: صحيح أن لونك يختلف عن البقية، ولكن الجميع يحبك وينظرون إليك كواحدة منهم. ولكن سارة لم تصدق هذا الكلام، فبكت وقالت لأمها: يجب أن يتغير لون أجنحتي. عندها أم سارة أيقنت أن الكلام لن يجدي نفعا، فقالت لسارة: بالتأكيد لا تقلقي، سوف أغير لون أجنحتك للأحمر مثل بقية أصدقائك. فأحضرت الأم دلوا من الطلاء من المخزن ولونت أجنحة سارة باللون الأحمر. لم تسع الفرحة سارة، وكانت تعد اللحظات لتذهب إلى المدرسة ويرى الجميع أجنحتها الحمراء، ونامت على هذا الأمل. وفي الصباح ودعت أمها وانطلقت إلى المدرسة، وفي الطريق شاهدت الآنسة جرادة وسلمت عليها بصوت عال وقالت: مرحبا، اليوم أصبحت جميلة يا آنسة جرادة. نظرت الجرادة بتعجب وقالت لها: من أنت؟ فقالت سارة: أنا سارة. نظرت الآنسة جرادة بعصبية وقالت: أنت كاذبة، اخجلي من نفسك. ثم أدارت ظهرها وذهبت. وبعدها التقت سارة الآنسة نحلة فسلمت عليها وقالت: كيف حالك اليوم؟ فنظرت إليها نحلة بتعجب وقالت لها: من أنت؟ فقالت سارة: أنا سارة صديقتك. قالت لها: لا يمكن أن تكوني أنت سارة، لأن سارة لون أجنحتها أصفر جميل. ثم طارت الآنسة نحلة بعيدا عنها. وبعدها التقت بصديقتها العنكبوت التي كان لها نفس التصرف. وبعدها التقت بصديقتها العنكبوت التي كان لها نفس التصرف. حزنت سارة كثيرا من الوضع، وعادت سارة إلى أمها تبكي وروت لها ما حدث مع صديقاتها. قالت سارة: اليوم لم يعرفني أحد، وحتى لم يلعبوا معي، وقال لي الجميع: أنت تكذبين، سارة صفراء وأنت حمراء اللون. قالت سارة: لا يوجد أي فرق في اللون يا عزيزتي، عندما كنت صفراء كان الجميع يحبك وكان لديك الكثير من الأصدقاء، وهذا هو المهم يا عزيزتي. فقالت سارة لأمها وهي حزينة: لن يكون لي أصدقاء بعد اليوم ولن يلعب معي أحد. فقالت الأم لسارة: الحل بسيط جدا، يكفي أن تغسلي أجنحتك بالماء وستعودين كما كنت. فرحت سارة كثيرا وقالت: شكرا لك يا أمي، وأعددت كثيرا لنصيحتك. ذهبت سارة إلى الحمام وغسلت أجنحتها وعادت لطبيعتها للون الأصفر. ومن ذلك اليوم عاشت سارة سعيدة مع أصدقائها.
قصة هاني والفواكه. خرج هاني من المدرسة ثم ذهب إلى المدرسة. قصة السمكة والبلبل. وضعت السمكة تصبح بحرية في البحر الواسع الذي لا حدود له. تفاجأت بكونها مقيدة داخل إناء ضيق لا يكاد يستوعب حركتها بعد أن اصطادها طفل ووضعها داخل هذا الإناء، ثم ذهب مع أهله ونسيها على الشاطئ. بقيت السمكة وحيدة حزينة تحاول بكل السبل إيجاد وسيلة للخروج والعودة إلى البحر الذي يفصلها عنه الإناء الزجاجي. حاولت القفز مرات متعددة ولكنها لم تتمكن من الخروج، فلا تكاد تصل إلى فوهة الإناء حتى ترتطم بحرف الإناء الزجاجي لتعود مرة أخرى إلى مكانها. وفي أثناء ذلك كان هناك طائر البلبل يراقبها من بعيد ولا يدرك سبب ما تفعله تلك السمكة الصغيرة، فاقترب من طرف الإناء وسألها: ألم تتعبين أيتها السمكة من القفز والدوران؟ فقالت بحزن وصوت مهموم: ألا ترى المصيبة التي وقعت بها؟ قال البلبل: وهل تعتبرين هذه مصيبة؟ فقالت السمكة: كيف لي أن ألعب يا هذا وأنا في هذه الحالة؟ أيمكنني أن ألعب وأنا محرومة من مياه البحر؟ وقد تركني هذا الصبي محبوسة داخل هذا الإناء دون أن ينتبه أنه يعذبني. كيف لي أن ألعب وأنا جائعة بدون طعام؟ وقد اقترب الموت مني. فقال البلبل بحزن: أنا آسف، لم أنتبه لكل هذا. لقد رأيتك تتحركين وتقفزين فتخيلتك تفعلينها على سبيل الفرحة والسعادة. أخبريني كيف يمكنني مساعدتك وأنا سأفعل ما بوسعي للوصول إليك. لكن كما هو الواضح فمدخل الوعاء ضيق وأنت حجمك يكبرني بكثير، فلا يمكنني حملك ولا إخراجك. قالت السمكة: أنا لا أستطيع التفكير، لا أعرف ماذا أفعل. فعشقي للحرية يجعلني أتمنى العودة إلى البحر لأسبح حيثما أشاء وأتنقل من مكان لآخر دون أن أخاف من شيء. فقال البلبل بعد أن شعر بمأساة السمكة: انتظريني دقائق وسوف أعود ومعي الحل الأكيد لمساعدتك وإخراجك من هنا. طار البلبل بعيدا في السماء وهناك وجد سربا من أسراب الحمام، فطلب منهم المساعدة في إنقاذ السمكة الصغيرة المسكينة التي تتمنى الخروج من السجن الذي حبسها فيه الطفل وتركها فيه وحيدة. وافقت مجموعة الحمام في التدخل للمساعدة وذهبت مع البلبل نحو الوعاء. اجتمع عدد من الحمام وقاموا بحمل الوعاء بالكامل وطاروا به حتى منتصف البحر ثم أسقطوه ليقع في الماء وتستطيع السمكة الخروج. خرجت السمكة بالفعل من الإناء وهي سعيدة وتسبح في فرح، ثم قفزت على سطح المياه وصاحت بسرور: أشكركم جميعا على هذه الخدمة التي قمتم بها لي، شكرا جزيلا لك يا صديقي البلبل. ثم غطست في الماء وبدأت تسبح بكل حرية. قصة أحمد وكريم وكرة القدم. انتهت الأيام الدراسية وبدأت العطلة الصيفية. فرح الأخوان أحمد وكريم بالإجازة، وفي يوم ما بعد تناول الفطور قال أحمد لأخيه: ما رأيك أن نلعب كرة القدم؟ رد كريم بحماس: رائع، إذن فلنأكل بسرعة. خرجا معا لحديقة منزلهم وبدأوا في لعب الكرة وتصدي الركلات، وقام كريم بركل الكرة ركلة قوية فارتفعت جدا وتخطت سور الحديقة واستقرت في حديقة المنزل المجاور وهو منزل الأستاذ سعيد. كان الأستاذ سعيد يعمل في الحديقة ويقوم بقص العشب وتفاجأ بالكرة التي سقطت من الأعلى
فسمع أحمد يقول لأخيه: لما ركضت الكرة بقوة؟ فأجاب كريم: لم أكن أقصد يا أخي. فقال أحمد: حسنا، إذا انتظرني سأحضر الكرة. ابتسم الأستاذ سعيد لأنه علم أن الكرة للأخوين أحمد وكريم، وانتظر مجيء أحمد، وبالفعل أتى وقام بطرق الباب عدة مرات من باب الاستئذان. أعجب الأستاذ سعيد بتصرفه وأمره بالدخول، فبدأ أحمد بإلقاء السلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أستاذي. رد الأستاذ سعيد مبتسما: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا أحمد؟ بخير الحمد لله. وتابع أحمد باحترام: أنا وأخي آسفان، لم نكن نقصد، هل تسمح لي بأخذ الكرة من فضلك؟ أعجب الأستاذ سعيد بأسلوبه وأعطاه الكرة، فأخذها مسرعا وقال له الأستاذ: استمتع بوقتك. وعاد أحمد وهو مبتسم وأخذ يلعب مع أخيه، ولسوء الحظ ركل أحمد الكرة ركلة قوية فتخطت سور الحديقة ثانية ووقعت في حديقة الأستاذ سعيد. فذهب كريم بدوره ليأخذ الكرة. دخل كريم حديقة الأستاذ سعيد بدون استئذان ولم يلقي عليه السلام، بل كان على عجلة من أمره وقال وهو يصرخ: أريد الكرة الآن. تفاجأ الأستاذ سعيد من أسلوبه وقال له: لا توجد كرة، لن أعطيك شيئا، انصرف. اندهش كريم من رفضه إعطاء الكرة له، وخرج وهو حزين ويفكر لماذا لم يعطيه الكرة مثل أخيه. فذهب لوالدته وأخبرها بما حدث وقال: ما الخطأ فيما فعل؟ ابتسمت الأم وقالت: حسنا، دعني أسأل أخيك أحمد كيف طلب الكرة من الأستاذ سعيد. تكلم أحمد بفخر قائلا: لقد طرقت باب الحديقة وألقيت السلام وتكلمت معه بأسلوب مهذب فأعطاني الكرة. أحس كريم بالخطأ الذي ارتكبه فقال: فهمت، فصوتي كان مرتفعا وتكلمت بأسلوب غير مهذب، حسنا سأرجع وأطلب منه الكرة مرة أخرى. وبالفعل رجع كريم للأستاذ وقام أولا بطرق باب الحديقة، فسمح له الأستاذ بالدخول فقال له بأسف: أعترف بخطئي، لقد تكلمت معك بأسلوب غير مهذب وصوتي كان عاليا، أنا آسف، من فضلك أعطني الكرة وأعدك أن خطأي لن يتكرر ثانية. ابتسم الأستاذ سعيد وأعطاه الكرة ثم قال: أحسنت يا بني، عليك أن تحترم الكبير وتتكلم بأسلوب مهذب، وعندما تطلب شيئا من أحد تقول له باحترام من فضلك. قال كريم بابتسامة: شكرا يا أستاذي على هذا الدرس الذي لن أنساه طيلة حياتي. شجرة التفاح مزارع. ذات مرة عاش مزارع في قرية بجانب غابة، وكان لديه حديقة كبيرة كان يوجد بها شجرة تفاح قديمة وغيرها من النباتات والأشجار والزهور الجميلة. عندما كان المزارع مجرد صبي صغير قضى الكثير من وقته يلعب تحت شجرة التفاح هذه، كانت تعطي له الكثير من التفاح ذو المذاق الرائع، ولكن مع مرور الوقت أصبحت شجرة التفاح قديمة وتوقفت عن إعطائه التفاح كسابق عهدها. عندما لم يعد يحصل المزارع على أي تفاح من شجرة التفاح قرر أن يقطع الشجرة لأنها أصبحت عديمة الفائدة، ويقوم باستخدام خشبها لصنع بعض الأثاث الجديد. نسي المزارع أنه بينما كان صبيا كان يقضي طفولته ويتسلق على هذه الشجرة العملاقة ويأكل من تفاحها، وأنها أصبحت موطنا للعديد من الحيوانات الصغيرة التي شملت السناجب وطائر البلبل ونحلة. وعندما بدأ المزارع في وضع الفأس على الشجرة وبدأ في تقطيعها جاءت جميع الحيوانات الصغيرة يفرعون، جميعهم بدأوا يقولون: من فضلك
أيها المزارع، لا تقطع هذه الشجرة، فكلنا كنا نلعب معك عندما كنت صغيرا في حضن هذه الشجرة التي هي بيتنا، وليس لدينا مكان آخر للذهاب إليه. توقف المزارع عن تقطيع الشجرة وأخذ ينظر إلى الحيوانات. جاء إليه السنجاب قائلا: أرجوك لا تقم بتدمير بيتي، فلا يوجد لدي أي مكان أذهب إليه أنا وأطفالي. وأخذ يبكي كثيرا. ثم جاء إليه طائر البلبل قائلا: من فضلك لا تقطع وتدمر عشي الذي بنيته في سنين. ثم جاءت إليه النحلة قائلة: من فضلك لا تقطع الشجرة، ففيها بيتي الذي أعيش فيه وأضع داخله العسل. ولكن لم يتأثر المزارع ببكاء الحيوانات أصدقاء طفولته، واستكمل تقطيع الشجرة. أصبحت جميع الحيوانات الصغيرة بائسة، وأرادوا حماية شجرة التفاح بأي ثمن. لذلك أخذوا يفكرون وقرروا أن يساعد كل منهم المزارع في شيء لكي لا يقطع الشجرة التي يعيشون فيها. فقال طائر البلبل: أيها المزارع، سوف أغني لك عندما تكون تزرع الحق، فأجعلك تعمل وأنت سعيد دوما ولن تشعر بأي تعب. ثم قالت النحلة: إذا أبقيت هذه الشجرة سوف أقدم دائما لك العسل الحلو من الذي أصنعه داخل بيتي. وقال السنجاب: وأنا سوف أشاربك أي كمية من المكسرات تريدها. تأثر المزارع من موقف الحيوانات وتمسكهم بشجرة التفاح، حيث استيقظت ذكريات الطفولة بداخله، وتذكر عندما كان يلعب ويمرح بجانب الشجرة وبين أغصانها وهو طفل صغير، مما بث في قلبه الشعور بالسعادة. وهذا الشعور عمل على تغيير موقف المزارع، وأخيرا أدرك خطأه وتوقف عن قطع الشجرة، وبدأ يفهم أن الشجرة كانت موطنا للعديد من الحيوانات الجميلة التي وفرت له أشياء كثيرة على مر السنين. وأدرك المزارع حتى إن كانت شجرة التفاح لم تعد مثمرة، إلا أنها كانت نعم الحضن للحيوانات وله عندما كان ولدا صغيرا. ألقى الفأس بعيدا وقال للحيوانات الصغيرة: أعدكم أنني لن أقطع هذه الشجرة، لقد أدركت خطأي، ويمكنكم جميعا أن تعيشوا في سلام ووئام.
multi-language translator is the best trans... قصة سوسن والخاتم السحري. يحكى أنه في قديم الزمان كان هناك فتاة تدعى سوسن. كانت تعيش وحيدة مع أبيها وأمها، ترعاها وتسهر على راحتها. مرت أيام طويلة ولم يأتي أحد لخطبة سوسن التي بدأت تكبر في السن شيئا فشيئا. بدأت سوسن تشعر بالحزن وتفكر كل ليلة في عيش حياة سعيدة مليئة بالحب والأطفال الصغار. وفي يوم من الأيام ماتت والدتها فجأة، فأصاب سوسن حزنا شديدا، وأخذت تبكي كل ليلة وحيدة في غرفتها. كما حزن والدها كثيرا لموت زوجته، وأصبح مشغولا بابنته الوحيدة ولا يكف عن التفكير ليل نهار في مستقبلها. لمن سيتركها إن لحق بزوجته هو الآخر؟ وقد أصابه المرض وأصبح عاجزا عن الحركة، وأيامه أصبحت معدودة. وفي يوم تذكر الأب الطيب أن له خاتما من الذهب، تركه عند صديق له يدعى سلمان. فعندما أحس أن ساعته قد اقتربت، دعا سوسن وأخبرها أن تتصل بهذا الصديق لتأخذ الخاتم الذهبي منه وتستعمله في وقت الشدة، فهذا الخاتم سحري. بكت سوسن عندما فهمت ما يفكر فيه الأب، وقالت له: ولكن بقائك بجانبي يا أبي أفضل من 1000 خاتم ذهبي. لكن شاء القدر أن توفي والدها. بعد فترة أخذت سوسن تبحث عن صديق والدها لتنفذ وصيته، ولكنها لم تعثر عليه حتى ملت من البحث عنه ويأست أن تجد. وبينما هي تتنزه وحيدة في الغابة سمعت صهيل حصان. أخذت تتلفت حولها حتى وجدت شابا وسيما يركب على حصان أبيض جميل جدا. تقدمت سوسن نحوه وسألت: من أنت يا سيدي؟ فرد الشاب: أنا ابن سلمان. ماذا تفعلين وحدك في الغابة؟ وعمن تبحثين؟ قالت له سوسن: أبحث عن صديق والدي الذي يدعى سلمان، هل تساعدني؟ رحب الشاب بمساعدة سوسن المسكينة وأخذها إلى منزل والده سلمان. حكت سوسن إلى سلمان قصة والدها وأخبرته أنها تريد الخاتم الذهبي. قال لها سلمان: بالفعل إن الخاتم السحري موجود لدي الآن، ولكني لا أستطيع تسليمك إياه في الوقت الحالي. ولكي تستعيديه عليك أن تأتي إلي بورقة مخطوطة بماء الذهب، وستجدين هذه الورقة في صندوق من 3 صناديق متشابهة تماما. تعجبت سوسن من كلام الرجل وقالت له أنها لا تعلم أي شيء عن قصة الصناديق 3. قال لها الرجل أن والدها لم يستطع أن يخبرها بها، وإلا سيقتل مفعول الخاتم السحري. عليك الآن أن تذهبي إلى منزلك وتبدأي في البحث عن الصناديق 3. تساءلت سوسن: ولكن كيف سأعرف الصندوق الذي بداخله المخطوطة وهم جميعا متشابهون؟ قال سلمان: عليك أن تعتمدي على ذكائك لتتعرفي عليه، فصندوق واحد هو الذي يحتوي على المخطوطة، والصندوق الثاني يحتوي على عقرب في داخله، والثالث يحتوي على أفعى سامة. احذري، فعليك ألا تخطئي أبدا في فتح الصندوق، وإلا ستعرضين نفسك للموت. أعطى سلمان مفتاح الصندوق لسوسن. عادت سوسن إلى منزلها خائفة تفكر في أمرها ولا تدري ماذا تفعل. أخذت تفتش في المنزل حتى وجدت الصناديق 3 تحت سرير والدها. أخذت تتأملهم في حذر شديد ولا تتجرأ على الاقتراب منهم أو لمسهم. وفجأة خطر لها فكرة. اقتربت بحذر من الصناديق
وأخذت تنصت بأذنيها لعلها تسمع أي أصوات تأتي من داخل الصندوق لتعلم مكان الأفعى والعقرب. وفعلاً وجدت صندوقاً واحداً لا يصدر منه أي خربشة أو أصوات غريبة. تقررت فتحه وأدخلت المفتاح، وإذا بشعاع ذهبي قوي جداً يضيء أرجاء المنزل. أخرجت سوسن من الصندوق مخطوطة الذهب وهي تشعر بالسعادة والحماس. ذهبت مسرعة إلى منزل سلمان وأعطته الورقة، فأحضر لها سلمان الخاتم السحري على الفور قائلاً: هذا الخاتم ملك لك من الآن، ضعيه في إصبعك وامسحي عليه مرتين ثم اطلبي كل ما تتمني وسيتحقق بإذن الله. ارتدت سوسن الخاتم ومسحت عليه وقالت: يا خاتم الذهبي، أريد زوجاً مثالياً وبيتاً صغيراً هادئاً وذرية صالحة أربيها في طاعة الله عز وجل. وفعلاً تحققت أمنيتها وعاشت سوسن مع زوجها في سعادة وهناء، وظل الخاتم السحري في إصبعها لا يفارقها أبداً، وكانت دوماً تحمد الله الذي أعطاها من تمنت. قصة الأرنب الغضبان. يحكى أنه في إحدى الغابات البعيدة وفي منزل صغير جميل كان يعيش أرنوب مع أمه في سعادة وهناء. كانت والدته تعتني به وترعاه وتقدم له الطعام اللذيذ كل يوم من خس وجزر، وفي الليل كانت تحكي له حدودة جميلة حتى يستغرق في نوم هادئ وسعيد، تحطه بالحب والحنان، فكان الأرنب يشعر بالأمن والأمان والسلامة والاطمئنان والسعادة في أحضان والدته الطيبة. ولكن بعد مرور فترة من الوقت بدأ أرنوب يشعر بالملل والضيق من هذه الحياة، حتى إنه لم يعد راضيا بالطعام الذي تقدمه له والدته. وعندما قدمت له الخس والجزر كعادتها امتنع عن الطعام قائلا: أنا غضبان ولا أريد هذا الطعام السيء. حاولت أمه إقناعه أن هذا هو الطعام الوحيد الذي يناسبه، ولكنه رفض وقرر ترك المنزل والخروج للبحث عن طعام آخر. وبالفعل خرج أرنوب من المنزل غاضبا وأخذ يبحث في الغابة هنا وهناك عن طعام لذيذ، وهو يشعر بالجوع الشديد. وفي طريقه قابل قطا فسأله إن كان لديه أي طعام يحصل عليه. فقال له القط: نعم، إن لدي سمك لذيذ في منزلي، هيا تعال لتأكل معي. ذهب الأرنب على الفور مع القط وحاول أن يأكل السمك، إلا أنه لم يتمكن من ذلك فازداد غضبه وعاد من جديد يسير في الغابة حتى قابل كلبا. سأله الأرنب إن كان لديه طعام، فقال له الكلب: نعم، إن لدي عظم لذيذ في منزلي. ومن جديد ذهب الأرنب معه وحاول أن يأكل من العظام ولكنه لم يتمكن، فاشتد حزنه وغيظه وعاد إلى الغابة جائعا متعبا. ظل الأرنب يسير ويسير، وخلال سيره قابل العديد من الحيوانات وحاول أن يأكل من طعامها جميعا ولكن دون جدوى. صار حزينا جائعا وندم أشد الندم على فعلته، وفجأة سقط على الأرض من شدة التعب والجوع ولم يستطع الحركة. رآه فيل حكيم كان يشاهد الموقف من بعيد، فحمله إلى منزله وأحضر له بعض الخس والجزر حتى يسترد صحته وعافيته. وبعد أن أكل الأرنب وشبع قال له الفيل: لعلك
الزمن، وهو أن القناعة والرضا هما سبب السعادة في هذه الدنيا، وأن لكل شخص عيشته وطبيعته التي لا يمكن التخلي عنها أو تغييرها. فقال الأرنب: نعم يا صديقي العزيز، لقد تعلمت هذا الدرس جيدا ولن أنساه طيلة حياتي، وسوف أرجع حالا إلى أمي وأعتذر منها. وبالفعل ذهب أرنوب نادما إلى أمه وقال لها: سامحيني يا أمي، لقد كنت على خطأ ولم أسمع لكلامك ونصحك لي. فسامحته أمه بعد أن تعلم الدرس ووعدها ألا يعود لذلك من جديد. وفي اليوم التالي قدمت له والدته الخس والجزر، فأكل أرنوب وقال: الحمد لله رب العالمين. Multi-language translator is the best translator app for your need. قصة فيليب الفول. كان يا مكان في قديم الزمان في إحدى الغابات الكبيرة التي توجد في مكان بعيد عن عيود المتطفلين والصيادين. كان الفيل فلفول يعيش في الغابة بحجمه الضخم الكبير، يسير بسعادة كبيرة جدا، تهتز الأرض من أسفل قدميه بقوة، وكانت الحشرات والحيوانات الصغيرة تهاب الفيل الضخم وتخاف منه بشدة حتى لا تدهسها أقدام الفيل الكبير وهو لا يرى أسفل قدميه. ابتعدت الحيوانات الصغيرة عن الفيل برعب وخوف أثناء سيره، حتى كان الفيل فلفول لا يتعامل إلا مع الأفيال ووحيد القرن وأفراس النهر وكل الحيوانات الضخمة فقط، لأن الصغار يخافون منه. وكان الفيل حزينا جدا على معاملة الحيوانات الصغيرة له، فهو يحبها ويحب أن يلعب معها، ولكنهم يبتعدون عنه بخوف كبير جدا. وكان من بينهم عصفور صغير يعيش فوق أحد الأغصان، وهنا هبت عاصفة قوية فسقط عش وبيت العصفور على الأرض، وكانت أمه تحضر له الطعام. كان العصفور الصغير يشعر بالبرد الشديد، وهنا كان الفيل فلفول يمر بالطريق وشاهد العصفور على الأرض يرتعد من البرد. اقترب منه الفيل وقال له: ماذا حدث لك يا صغيري؟ قال العصفور برعب: هل ستأكلني أيها الفيل الضخم الكبير؟ فقال الفيل وهو يضحك: ماذا تقول أيها العصفور الصغير؟ وهل تأكل الأفيال العصافير؟ انتظر يا صغير، سوف أحضر بعض أعواد القش حتى تتدفأ وتشعر بالدفء الكبير. ابتعد الفيل وأحضر الكثير من القش وقام بوضعه حول العصفور الصغير، فشعر العصفور بالأمان والدفء، ولكنه كان ما زال خائفا من الفيل فلفول. قال فلفول بتعجب: ما بك يا صغيري؟ لما أنت ما زلت خائف؟ رد العصفور قائلا: إنني جائع جدا أيها الفيل. فقال الفيل: انتظر هنا، سوف أحضر لك بعض الحبوب، ولكن إياك أن تذهب مع أحد حتى لا يلتهمك، اتفقنا؟ هز العصفور رأسه بنعم، وكان من بعيد الثعلب الماكر يراقب ما يحدث أمامه بفضول كبير، واقترب من العصفور بعد رحيل الفيل وقال له: مرحبا يا صغير. لم يرد العصفور،
اقترب الثعلب الماكر قائلا: لم لا ترد علي أيها العصفور؟ قال العصفور: لقد حذرني الفيل من الحديث مع الغرباء أيها الثعلب. فضحك الثعلب بما وقال: هل تخاف مني وأنا بهذا الحجم الصغير؟ ولا تخاف من الفيل بضخامته، وهو من سيلتهمك في أي لحظة يا غبي. رد العصفور قائلا: ولكنه فيل طيب، أحضر لي الأعشاب حتى أتدفأ، كما أنه ذهب ليحضر لي الطعام. ابتسم الثعلب بمكر قائلا: ها، وهل صدقته؟ لقد ذهب ليحضر سكينا ليأكلك، ولكنك غبي لا تفهم. وهنا خاف العصفور من الفيل وقال: قل ماذا أفعل الآن أيها الثعلب قبل أن يأتي الفيل ويلتهمني؟ رد الثعلب: تعال معي نهرب من هنا سريعا. وأخذه وهم بأكله، ولكن الفيل الطيب فالفول حضر مسرعا وضرب الثعلب الشرير وقال للعصفور: ألم أقل لك أيها العصفور ألا تتحدث مع الغرباء؟ رد العصفور بحزن وهو مطأطئ الرأس: ولكنني كنت أخاف منك لأنك ضخم أيها الفيل وشكلك شرير، ولكن الثعلب صغير الحجم وشكله طيب. قال الفيل وهو يضحك: أيها العصفور الصغير، ليس المخلوق بشكله ولا بحجمه، ولكن بقلبه وصفاته، فلا تنخدع بالمظاهر يا صغير وتحكم على الناس بها. وهنا بالمظاهر يا صغير وتحكم على الناس بها وهنا